السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، ينعاد علينا عليكم ان شاء الله بصحة وعافية. معكم سايل علي. اليوم انا مع اناس عشان نختار ملابس العيد. عشان اختار بدلة العيد انا وايد عندي اساسيات اختار على اساس هالبدلة، واخذ وقت اني انا اخطط حق البدلة عدل. من الخطط، من الاشياء اللي اهم احب اسويها واهم الاشياء اللي انا احب اختارها ان تكون الالوان فاتحه. هالشيء وايد مهم لان احس انه يبين فريش، بالذات نحن نطلع اول الصبح نكون سهرانين قبل بيوم، فعشان يكون شكلنا فريش عشان احب اشوف هذا اللون على الناس. دائما احب البس الوان فاتحه في العيد. واحد من اهم الاشياء بعد الاكسسوارات، لاني وايد احب اشوفها على الناس. دائما يجيني فضول اشوف شو لابسين البنات من حلق، شو لابسين البنات من شنب. هالشيء وايد مميز عندي، وايد يشد انتباهي في امعات العيد. واهم شيء احب اسويه في كل عيد، وهذا الشيء يمكن اصعب شيء اسويه، ان انا احب ادخل في البدله شويه ايجي ستايل، فعشان اضيف لمسه للبدله تكون شوي غريبه، تكون بعيد عن الستايل اللي لبسناه طول رمضان. احب اني البس شوي ستريت ستايل، فممكن البس جلابيه مع جوتي، او ممكن البس تي شيرت مع تنوره. المهم اسوي هذا المكس عشان احس بالتغيير واحس ان انا قضيت وقت وكانت خطه حلوه. وايد احب البدل او القطع اللي نقدر نركب عليها اشياء ثانيه وتبين كانها بدله جديده، لان عارف ان احنا في العيد نصير وايد عزايم الصبح، ممكن نصير عشاء بالليل او نصير عزيمه ثانيه، فحلو نبين ان احنا جددنا في اللي لبسنا وماكو وايد غيرنا فيه. عشان كذي وايد عجبني هذا الجمب سوت من اناتومي. هذا الجمب سوت اخترته لانه ساده ابيض، اقدر اضيف عليه اي نوع من انواع الاكسسوارز، واحس ان انا ضفت له لمسة حلوة وراقية. وايد عجبني، احس الجمسوت وايد حلو. هو جلابية بس جمسوت وايد عجبني. ركبت عليه بلنسياغا اسود، وخليته حبيت اخليها البلاك تاتش عشان اقدر البس معاه العباية عقب، وقررت احط عليه جولدن تاتش، فلبست هذا من جونا لورا كونستانتين مع هالخاتم. احس ان اللولو وايد عكس الابيض اللي فيه، فوايد عجبني. I really like them. عشان اخلي التاتش الاسود اخترت هذه الشنطة، احسها وايد بتكون تليق عليه مع تاتش ذهبي، اقدر البسها معاها. اكثر واحد او واحد من الاشياء اللي وايد حبيتها هو هذا. كنا نتكلم عشان عن القطع، فوايد عجبتني القطعه، وايد احس ان قطعته راقيه ناعمه، اللون وايد حلو فاتح، ممكن يلبس مع شيء بيضه، اللبس ساتر. عشان كذي وايد مهم نلبس هالاشياء، لان احنا وايد بنسلم على ناس، وايد بنسلم على اهلنا، فحلو نكون لابسين ملابس ساتر. وايد عجبتني هالبدله، ابى اركب عليها عقب شوي الاكسسوارز والنعال عشان اسوي بدله كامله. هذا الدرس من بدوين ستوديوز عجبني لانه خفيف حلو، احس عم يجي يسطيع. بس في نهايه اليوم ابى اركب عليه شيء شوي يكسر الاشياء او يكسر القواعد اللي احنا دائما متعودين عليها، فعشان انا لابسه فستان قررت ان انا البس عليه جوتي الكسندر ماكوين. وايد عجبني لانه في تاتش اوف جولد، مثل ما تشوفون هذا التاتش اوف جولد يساعدنا احنا نبني عليه في الاكسسوارات من الحلق او من الخواتم زيادة. وعشان نضيف لمسة مختلفة على هذا الفستان، اللون الذهبي ممكن يبرز معه. هذه الشنطة وايد حلوة من اختين، حبيتها لان الباترن اللي فيها يبرز ثيم معين، حلو نلبسها حق العيد ونكسر فيه الفستان السادة اللي احنا لابسينها. اختيار تخطيط البدلة حق العيد شيء وايد استانس عليه، اتمنى انكم تستانسون عليه بعد، واني الهمتكم بعض الافكار يمكن تستغلونها. كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك.